بالنسبه لصحابي عزاز عليا صحابي بزاف، عندي صحاب بزاف، انا اجتماعي يعني صحابي من الاولاد والبنات من صغري، وانا عندي عادي يكونوا عندي صحابات بنات، ما كايناش شي حاجه كتمنعني نهضر مع البنات ولا نتعرف عليهم، كاين تعامل في الحدود اكيد. بالنسبه لبابا وماما في الدار عادي ما عندهمش اي مشكل في هذا الموضوع. عندي صحاب بزاف في الجامعه وعزاز عليا بزاف، وما عنديش مشكل نزيد صحاب، طبيعة الحال نزيد صحاب اخرين حيت اكثر حاجه كتعاون في الحياه هما الصحاب. بالنسبه للاصدقاء العمل عندي صحاب بنات ودراري. كنفضل صداقه الاولاد على صداقه البنات، حيت صداقه الاولاد كتبقى قويه من غير ما يكون بيناتنا شي حاجه بحال الحب مثلا. بالعكس انا عندي صحابي اولاد وكيعاونوني بزاف اكثر من البنات. طبعا عندي صحاب اولاد بزاف ممكن اكثر من البنات وكنعاود لهم اي حاجه. عندي صحاب منهم قراب بزاف، انا ما كنشوفش بلي صداقه البنت كتختلف على صداقه الولد، ممكن صداقه الولد تكون احسن من الصداقه ديال البنت. ما عنديش تجربه عاطفيه، ما حاولتش تكون عندي تجارب حيت انا مازال صغير ومازال كنقرا، برك عليا غير الصداقه. العلاقه زوينه بزاف اما كتكون في الجامعه ولا في بلاصه عامه او في الدار مع بعضياتنا. اول تجربه كانت مع زميله معايا في الجامعه، ما كانش شي حاجه اللي ضروري خاصني نقولها. مواصفات زوجة المستقبل خاص تكون مثقفه وتكون زوينه صافي. مواصفات زوجي المستقبلي هي خاصو يكون كيفهمني وخاصو يكون عارف العيوب ديالي وعارف كيفاش يتعامل معاها، خاصو يعرف كيفاش يتعامل معايا. جمال روح بنت مزيانه، واهم حاجه خاص يكون الحب بيناتنا والعلاقه تكون قويه بيناتنا، وتكون عارفه واجباتها من ناحيه الزوج، وتكون عارفه شنو هو الزواج وشنو هي المسؤوليه. بالنسبه للزوجه اهم حاجه هو تكون تدينه وعندها اخلاق مزيانه وعائلتها تكون مزيانه. ما عنديش مواصفات وما نقدرش نحط مواصفات، حيت ملي نتلاقاه ويكون مزيان يقدر ما تكونش فيه ديك المواصفات اللي كنت باغا، ولكن مزيان ماشي ضروري يكونوا مواصفات، حيت ممكن تلاقاي بواحد هو مختلف على المواصفات اللي كنتي باغا في الاول.